نبقى مع مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وتحديدا مع فعالية أرض الأحلام التي مزجت بين العروض الفنية والمسرحيات العالمية. العروض الفنية والمسرحية تحتل أهمية كبرى على أجندة مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وتحظى بإقبال كبير من الأطفال وأولياء الأمور لما تتضمنه من قيم ودروس وحكم، إلى جانب التسلية والترفيه الهادف، وهي تنسجم مع رؤية المهرجان في أن يكون حدثاً متكاملاً. أكيد في كتير مسرحيات عم تنعرض بمهرجان القرائي للطفل في الشارجة، منهم المسرح المقلوب يلي عم كل العالم عم كتير تحبه وعم تتفاجأ فيه، ومن أبرز كمان المسرحيات يلي عم تنعرض على خشبة المسرح هي ملكة التلج، يلي هي إنتاج مسرح الأوكراني الغنائي، ويلي بيتمثل بأكثر من 19 أو 20 راقص وممثل على المسرح. في الإطار ذاته قدمت الفرقة الإيطالية عرض المسرح المقلوب في عمل لافت يجمع بين التشويق والمرونة البدنية. ومن المملكة المتحدة سيتعرف زوار مهرجان الشارقة القرائي للطفل إلى قصة بياض الثلج التي تلخص قصة أميرة جميلة تهرب إلى الغابة بسبب زوجة أبيها القاسية، وتحرص القصة على غرس قيم نبذ الغرور وخطورة التحدث إلى الغرباء وفهم قيمة الصداقة وأهميتها. أنا استفدت وايد من هالمهرجان، وأنا جيت هالمهرجان لأن أبغى أشوف فيلم فروزن وسنافر، واستفدت من فيلم فروزن لأن دائما الخير ينتصر على الشر. لم يقتصر الإقبال على العرض الذي تم تكييفه بما يتناسب مع خصوصيات الطفل على الأطفال فقط، بل شمل الكبار أيضاً، فالمؤلف يعيش كالطفل في عالم واقعي والذي يشغل حيزاً كبيراً في عقله ويومياته، الأمر الذي يجعله العالم الأساسي له. ينظم مهرجان الشارقة القرائي للطفل مجموعة من العروض الفنية والمسرحيات العالمية التي تجمع بين المتعة والتشويق والمرح والفائدة. لأخبار الدار، لمياء المازمي من مركز إكسبو الشارقة. من مركز إكسبو الشارقة تنضم إلينا الزميلة هويدا شرقي لتنقل لنا أجواء اليوم الأخير من مهرجان الشارقة القرائي للطفل. إليك الكلمة هويدا. نعم، شكرا لك زميلتي مريم، حياكم الله مشاهدينا مستمعينا الكرام في هذه التظاهرة الثقافية التي تشهدها إمارة الثقافة، ألا وهي مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي يصل اليوم لختام فعالياته التي امتدت على مدى أيام من الفعاليات الخاصة بالطفل والثقافية. في هذه اللحظات ينضم إلي سعادة أحمد بن ركاض العمري رئيس هيئة الشارقة الكتاب، حياك الله معنا أستاذ. لو تكلمنا في البداية عن هذه الدورة من المهرجان بشكل مختصر وأهم الفعاليات التي تضمنتها. تعتبر هذه الدورة من أنجح الدورات التي قيمت لمهرجان الشارقة القرائي، هذه الدورة التاسعة لمهرجان الشارقة القرائي. اليوم الدورة تحقق نجاحات باهرة، وفي اللحظات الأخيرة لهذا المهرجان نشاهد إقبالا شديدا من الجمهور على المهرجان. المهرجان عزز رسالة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى الأسرة لترسيخ القراءة والكتاب في مجتمع دولة الإمارات. زار هذا المهرجان أكثر عن 990 مدرسة من مدارس الدولة بطلاب تجاوزوا 70,000 طالب وطالبة. حقق المهرجان حتى الأمس أكثر عن 300,000 زائر مقارنة ب 254,000 زائر في العام الماضي. المهرجان اليوم يرسخ لمكانة الشارقة في أن تتبوأ مكانة عالمية في ترسيخ أدب الطفل، هذا الأدب المهم لبناء الأجيال، أبناء أجيال المستقبل. اليوم المهرجان يعتبر علامة فارقة في سماء دولة الإمارات في مسيرة الأدب والثقافة، وهذا المهرجان اليوم نشاهد إقبال كبير على فعالياته المختلفة. سعادة أحمد بن ركاض العمري، شكرا لك على هذه الإفادة. إذن مشاهدينا الكرام، بهذه الأرقام القياسية يختتم مهرجان الشارقة القرائي للطفل فعالياته التي أبهرت الأطفال والعالم أكيد بالفعاليات والأنشطة الثقافية اللي قدمها المهرجان للعالم.
إذن بهذا أنا أصل لختام تغطيتي، ونختتم مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وأيضا نختتم تغطيتنا وننتقل للزميلة مريم لنكمل بقية أخبارنا.